بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ الآن في المحاضرة الثانية من الثقافة الإسلامية، التعريف بالدولة والهدف من قيامها. بعد قراءة هذه المحاضرة يلزم معرفة ما يلي: تعريف الدولة، أهداف قيام الدولة الإسلامية، حكم تنصيب الخليفة أو الإمام أو الحاكم وأدلة ذلك. مفهوم الدولة هي مجموعة كبيرة من الناس، أي الشعب، تعيش على قطعة من الأرض أي الإقليم، يقوم على تنظيم شؤونها في الداخل والخارج، في السلم والحرب، هيئة حاكمة وفق نظام معين. والدولة الإسلامية لا تخرج عن هذا المفهوم، إلا أن النظام الذي يطبق هو النظام السياسي الإسلامي، فنجعل بدل نظام معين وفق النظام السياسي الإسلامي. أهداف قيام الدولة: الهدف الأول إقامة الدين الإسلامي في الأرض. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الهدف الثاني سياسة أمور الدنيا في السياسة والاقتصاد والعلاقات الأسرية والاجتماعية بالسياسة الشرعية. الهدف الثالث ضبط الأمن ومنع العدوان الداخلي والخارجي. الهدف الرابع إقامة العدل بين الناس وقطع الخصومات والنزاع بينهم. الهدف الأخير توفير العمل وتوجيه الناس إليه، وتوفير الحاجات الضرورية من التعليم والغذاء والصحة والسكن. حكم تنصيب الخليفة: أجمعت الأمة على وجوب تنصيب الخليفة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ووجه الدلالة في الآية أن الأمر بطاعة ولي الأمر يقتضي إيجاد ولي الأمر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.